اسمي ناتالي طحان، أنا مصممة أزياء من القدس. اكتشفت شغفي لتصميم الأزياء في عمر صغير وكملت تعليمي في تصميم ملابس النساء في لندن، واحدة من أكبر عواصم الأزياء الأربعة بالعالم. بعد دراستي انتقلت على الدوحة واشتغلت في مجال الترويج. بعد 3 سنين نقلت على القدس عشان أحافظ على هويتي، لأني ما كنت مستعدة أني أستغني عنها. قررت أرجع واضطريت أبني حياتي من نقطة الصفر مع كل الصعوبات اللي بتيجي مع العيشة هون. الوضع الاقتصادي والسياسي في البلد ساهم في تراجع البنية التحتية لصناعة الأزياء، فبسرعة صار هدفي إنه يكون عندي خط إنتاج بيشتغل كلياً من القدس للقدس. واحد من خطوط إنتاجي بعنوان مطبوعات فلسطين بتبرز نقشات التطريز المختلفة من جميع أنحاء فلسطين وبتجمعها مع الطباعة الرقمية بدل التطريز اليدوي. حبيت أخذ إشي قديم وتقليدي وأجدده وأدمه بطريقة معاصرة. كل مجموعة بتاخدني حوالي 6 أشهر لأني بشتغل لحالي، من إنشاء النموذج لتصميم النسيج رقمياً للإنتاج. هدفي أنه أسلط الضوء على التراث الثقافي الغني الفلسطيني وأقدمه للمنصة العالمية من القدس.